طاب نهاركم. اتهام أوكرانيا لروسيا بشن هجوم صاروخي عليها من أراضي بيلاروسيا هو أبرز عناوين الظهيرة التي سأقدمها لكم أنا فرح البرقاوي، ونناقش فيه تطور الموقف وردود الفعل عليه. الظهيرة أيضا تتسع لعناوين أخرى، منها زيارة جوزيف بوريل لطهران بهدف استئناف مفاوضات الملف النووي، وكذلك تحذيرات حركة حماس مما وصفتها بمحاولات خطيرة لإدماج إسرائيل في المنطقة عبر تحالفات عسكرية، فضلا طبعا عن مواضيع سياسية وغير سياسية أخرى. الظهيرة مشاهدينا تأتيكم على شاشة التلفزيون العربي في تمام الساعة 4 بتوقيت القدس، 1 بتوقيت غرينتش، ويمكنكم متابعتنا عبر البث الحي في اليوتيوب. كونوا معنا.